كثير منا لا يعلم أن مخاطر الجلوس لفترات طويلة قد لا تقل عن مخاطر التدخين وتسبب مشاكل صحية كثيرة، منها البدانة ومشاكل التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية. فقد أظهرت دراسة جديدة تحذيرات هائلة من مخاطر كثرة الجلوس ربما لم تكن من ضمن الحسابات سابقا. قد تعتقد بأنك تملك صحة جيدة لابتعادك عن التدخين واتباعك حمية غذائية صحية، ولكن ذلك غير كاف لأن طبيعة الجسم غير مهيئة لكثرة الجلوس. لذلك أصبح يطلق على الجلوس لفترة طويلة التدخين الجديد لما يحمله من أخطار، وبشكل خاص للقلب والأوعية الدموية. ومن الحلول البسيطة التي من شأنها أن تخفف من هذه المخاطر أن تمارس الحركة كل نصف ساعة من خلال ضبط المنبه، وأن تنجز بعض المهام أو تتصفح الإنترنت أثناء المشي، وأن تشرب الكثير من المياه حتى تضطر للذهاب لدورة المياه عدة مرات. لبرنامج ساعة شباب، العنود الطعيمي، جدة. وأكيد عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أستاذة إلهام الصانع، أخصائية طب الأسرة. يا هلا فيك أستاذة إلهام. أهلا وسهلا فيكم، مشرفتنا. الله معنا في ساعة شباب. أستاذة إلهام، بداية نبي نسألك، يعني نبي نعرف لماذا يسبب الجلوس الطويل كل هذه المتاعب الصحية؟ أول شيء طبعا أحب أشكركم جميعا على المداخلة. هذا واجبنا، بالعكس الناس بتستفيد من خبرتكم. يعطيك العافية أستاذة. أهلا وسهلا والله. أي وقت بإذن الله. الله يسعدك، تفضلي. فإنه بنتكلم على موضوع الجلوس الطويل ليش بيسبب متاعب صحية. نعرف هيئة العمود الفقري وهيئة جسمنا ما هي مصممة إن هي تكون على طول جالسة. صحيح. فإنك أنت تكون جالسة على طول، عمودك الفقري بيتسبب له زي الجمود، وفي نفس الوقت الأربطة مترابطة مع العضلات، فتحسي إن فيها دائما آلام في عضلاتك، آلام في جسمك، هذه أحيانا بتكون سبب الجلسة الكثير. حلو. طب في نقطة مرة مهمة، يعني لو قلنا إنه في مقاعد مريحة للجلوس فترات طويلة، هل هذا يمدد فقط فترة الجلوس اللي إحنا نجلسها؟ يعني مثلا إحنا كأفريج كم ممكن المفروض نجلس، نص ساعة ولا ساعة ماكسيمم؟ لا وصراحة يعني ساعة كثير. ساعة كثير، نص ساعة مثلا. ما تتحمل تقعد ساعة. نص ساعة خلينا نقول، صحيح زي ما قلنا، زي ما سمعنا في التقرير. لو احنا حطينا المقاعد، ايوه حتى المقاعد تكون صحية ولا مريحة، انه في صح مقاعد جديدة اللي هي تسند الظهر ولا تسند الجلسة، في نفس الوقت ما حتكون الهيئة الصحية ولا تمدد الوقت اللي نجلس عليه على الكراسي المريحة، صح؟ ما حيفرق، يعني هي بس حتكون ريحة الجلسة حقت بس. أوكي حلو. طب حلو أستاذ إلهام، يعني كلنا عارفين أنه آلاف الموظفين اللي بيجلسوا على مكاتبهم فترات جدا طويلة، فهل هناك نصائح سريعة ممكن ننصح فيها الموظفين؟ وزي ما ذكر في التقارير أنه بالكثير مو ساعة يعني تقعد، وفي النهاية تمشي يعني شوية، تمشي تمارس حركات زي ما قالوا، مثلا كثر مويه في اليوم، المويه مفيده للجسم طبعا. فانه من كل ما تشرب مويه اكيد نص ساعه حتروح الحمام يعني، او ممكن حتجبرك انك انت تتحرك. صحيح، صادقه. او ممكن اذا انت يعني بتتمشى، بتتكلم في التليفون، عندك اجتماع، تتحرك فيها على طول. حلو، جميل جدا. احنا اذن من هذا المنبر نحاول ننصح كل الناس. استاذ الهام الصانع، شكرا لك كاخصائيه طب الاسره على هذه النقطتين المهمه جدا. واعتقد بنشوف احنا لما مو شرط حتى الموظفين، ذكرت الموظفين، في ناس بيجلسوا في البيوت ما عندهم مثلا حاجه، او بيجلسوا مثلا وقت الراحه على البلاي ستيشن او على الكمبيوتر او الكمبيوتر الشخصي، ايش ما يكون، بيجلسوا فترات طويله وفعلا بياثر عليهم، بيقول لك انا حاسس جسمي مرهق. طب انت عشان جالس يعني منطقيا. انا حزينه على بعض الموظفين اللي ما يقدروا حتى يتحركوا من مكاتبهم لانه الحركه بتكون محسوبه عليهم، خصوصا اللي يشتغلوا في الكول سنتر وفي المبيعات، يعني حرام ما يقدروا حتى النص ساعه هذه اللي بعد كل فتره انه يتحركوا من مكتبهم عشان يمشوا الدوره الدمويه في الجسم وما تصير لهم اي مشاكل صحيه بسبب الجلوس الطويل. عشان نكون دقيقين اكثر، كمان اعرف في حاجات تساعدهم، صح كلامك، بس في حاجات تمارين سريعه جدا وانت جالسه في مكتبك او في مكتبك بتسووها، او حتى جنب الكرسي في وقفات معينه وفي اكستندر معينه للجسم او لعضلات الجسم ورجولك، حتساعدك كثير. ادخل يوتيوب حتلاقوها، ولا يعني ابدا لا تهملوها لانها بتاثر كثير.